تستقبلون يوم عاشوراء، وفيه التوسعة على العيال، إشارة إلى صلة الآباء والأمهات بأولادهم. ربط الشرع بين الآباء والأمهات وبين الأبناء والبنات، وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، يقول نبيه: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ونشر المسؤولية للكل حتى الخادم الذي يخدمهم، ثم قال: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا المنهاج القويم والصراط المستقيم علمنا علاقة الآباء والأمهات بالأبناء والبنات. يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. قال أهل العلم: معناه علمهم الصلاة قبل ما يصلون سبع سنين، وإلا كيف يأمرهم بشيء ما يعرفونه؟ وقم صل، ما يعرف، معلمهم من قبل، ما عاد وصلي للسبع لو هو يعرف كيف يصلي، يقول قم صل. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني احرصوا واحرسوا في أبنائكم وبناتكم بذرة الحياة والحشمة والعفاف، قبل أن يتسرب إليهم ذرة من الشر الشهوات والأمور التي تخرج بهم عن سواء سبيل. عندما أبناء عشر سنين فرقوا بينهم في المضاجع، ما هو هاتوا لهم البرامج اللي تخربطهم من كل مكان، هم على استقامة ووحدهم عايشين، ومع ذلك فرقوا بينهم في المضاجع هم أبناء عشر سنين. هكذا جاءت التعليمات النبوية. التوسع على العيال في يوم عاشوراء، من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه رزقه طول سنته.